مساء الخير. في الفيديو ده هنعرف مع بعض المنهج بتاعنا قد ايه، والكتاب اللي هنشتغل منه، والطريقه اللي هنشتغل بيها. المنهج بتاعنا عباره عن 12 يونتس، 12 وحده، والكتاب اللي هنشتغل منه هو كتاب المعاصر، لان ده اكتر كتاب السنه دي لامم وشامل المنهج بطريقه كويسه جدا. طيب هنشتغل بقى ازاي؟ اول حاجه عندي اليونتس متقسمه لليسونز، الوحدات متقسمه لدروس. مثلا عندك يونت 1 فيها ليسون 1 و2 و3 و4 و5 و6، يعني كل 2 ليسونز مع بعض. هنمسك مثلا اول 2 ليسونز اللي هي 1 و 2، فيها جرامر وهيكون فيها فوكابلري، سواء الفوكابلري هو كي فوكابلري او امبورتنت فوكابلري او الديفينيشنز بتاع الفوكابلري. هنمسك كل فوكابلري هنشرحه، كل كلمه هنشرحها وهنقول عليها سؤال من الكتاب موجود في الكتاب. معنى كده ان انت لما تخلص كل الفوكابلري يبقى كده هتخلص كل اسئله الكتاب، والجرامر برده هكذا هتشرح في فيديوهات ثانيه. الجرامر هناخد الجرامر هنشرحه وهنقول طبعا اسئله عليه نحلها من الكتاب. وفي نهاية الفيديو بيكون في أسئلة، سواء 4 أو 5 أسئلة، يعني مش كتير، المفروض إن أنتوا تحلوهم تحت الفيديو وأنا أحله معاكم الفيديو الجاي، وبرضه هصحح لكم في الكومنتس تحت الفيديو، تمام؟ طيب الأسئلة دي بتكون يا إما أسئلة من امتحانات السنين اللي فاتت، يا إما بتكون أسئلة فيها نسبة ذكاء أو أسئلة من كتب تانية. المحاضرات أو الفيديوهات هتنزل يوم ويوم، يعني يوم في فيديو ويوم لأ. وطبعا ما ننساش ان اي استفسار او اي سؤال عاوزين تسالوه تكتبوا لي في الكومنتس تحت الفيديو وانا هرد على كل اسئلتكم. طبعا هنحل امتحانات للسنين اللي فاتت كتيره جدا، وهنحل طبعا مراجعات، وكمان هنعمل ونحل امتحانات بالنظام الجديد، تمام؟ شكرا جدا، اتمنى اعرف افيدكم. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا المنهج من الاول. اشوفكم الفيديو الجاي.